بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنبدأ الجزء الثاني من المحاضرة هنتكلم عن الـ Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Associates أو Assistance سوري عندنا الموضوع الثاني اللي هو IES 20 IES 20 اللي هي المنح الحكومية المنح الحكومية ليها معالجة وفي حاجة تانية اسمها government assistance اللي هي المساعدات ليها مجرد افصاح مطلوب افصاح فقط طيب ايه هي المنح الحكوميه وايه هي المساعدات تعال نشوف الديفينيشن اي اس 20 بيعالج المنح الحكوميه بعض الجهات او البلاد بتشجع الشركات العامله فيها فتقول لك مثلا هتاخد منحه لو عملت حاجه معينه لو شغلت ناس لو بقى عملت اصل معين هنديك منحة مرتبطة بالاصل او مرتبطة بال اه فتقول لي ان ليها معالجة محاسبية طيب تعال نشوف بسرعة ايه هي هو مقسم لك المعيار بيقسم حاجتين اتنين اساسيتين يعني الجرانتس اللي هي المنحة الحكومية دي والجفرنمنت اسيستنس الاسيستنس اللي هي المساعدات مش طالب منك فيها في المساعدات غير ان انت تفصح بس عنها ادي جوفرنمنت جوفرنمنت اللي هي ايه الجوفرنمنت دي تعريفات الديفينيشن بتاعه المعيار جوفرنمنت اللي هي الايجنسي الحكومه والجوفرنمنت ايجنسي الحكومه والجهات بتاعتها مثلا مصلحه الضرائب مصلحه الجمارك اند سيميلر بوديز وزاره الماليه وزاره مش عارف ايه الوزارات اللي تبع الحكومه سيميلر بوديز وزر لوكال او ناشونال او انترناشونال

في شروط للمنحة لو عملتها او الشركة بتاعتك عملتها تبقى مستحقة للمنحة الصوت كده وصل الصوت واضح كده ولا تمام تمام الصوت تمام الحمد لله طيب معلش هو انا في الاول بس ببقى بظبط الماتيريال وبتاع فببقى قافل المايك يعني حتى بيبقى باين كده ان المايك جنب اللوجو بتاع الاسم بتلاقيه مقفول او معمول باللون الاحمر لكن دلوقتي كده هتلاقيه بالاخضر ف <applause> معنى كده مش شغال يعني في الوقت البريك او كده تلاقيه مقفول مع.. المايك عشان اي دوشه مثلا الورق الباب بيتفتح بيتقفل الحاجات دي كلها في البريك بتبقى بيبقى مقفول المايك يعني طيب خلاص قلنا ان احنا عندنا حاجتين الاسيستنس والجفرنمنت جرانتس اللي هي بقى المنحه بقى اه اسيستنت دي مساعده بقى بس مش مش اعفاء مش بتقلق ده انت بتاخد فلوس او بتاخد ارض او بتاخد قطعه مثلا بتشجع مدينه جديده فمدينه جديده بتقول لك الناس اللي هتيجي هنا هتاخد الارض اللي هي المفروض بملايين هتاخدها رخيص او تاخدها ببلاش استثن باي جفرنمنت از ذا فورم اوف ترانسفير اوف نقل موارد تو ان انتيتي ان return فور باست اوف future compliance with سيرتن conditions اه يعني بسبب الحكومه بتدي لك بتنقل لك موارد ليه؟ بسبب كومبيلينس والسيرتين كونديشن ان انت بتحقق شروط هي في المنحه دي، شروط المنحه دي بتوظف العماله بتاعت البلد، بتستثمر جوه البلد، بت... بت... مدينه جديده هتفتح فيها مصنع، مش عارف ايه، طا ريليتنج تو ايه؟ اوبريتنج اكتيفيتي اوف ذا انتيتي. طيب الجرانتس ريليتد تو اسيت، في بقى في في منح مرتبطه باصل معين، انت بتبني مصنع او بتبني او بتسعى للحصول على قطعة أرض في المدينة الجديدة دي وبتاع فممكن الحكومة يا إما تديك فلوس يا إما تديك تخفيض على قيمة الأرض فأنت فكده يبقى المنحة مرتبطة بالأصول دي عايز تشتري عقار عايز تشتري أرض government grants whose primary condition is that an entity qualifying for them should purchase or construct otherwise acquire non-current assets عشان تاخد المنحه دي لازم تشتري الاصل ده او آه تبني المصنع ده او كونستراكت يعني تبني الاصل ده او ايا كان يعني ايه شرط المنحه بس هو مرتبط باصل انما government grants related to income المنحه المرتبطه بالدخل government grants other than related to assets اي حاجه غير الايه المرتبطه بالاصل تمام ليه؟ احنا بنصنفها كده لان المعالجه المحاسبيه هترتبط بالتصنيف. تمام؟ المعالجه المحاسبيه بترتبط بالتصنيف. في حاجه اسمها فورجيفبل لونز يعني واخد انت قرض مثلا او قروض حكوميه فتيجي فورجيف يعني بتسامحك فيها. لونز ويتش ذا لندر المقرض Under takes to waive We repayment. ال القرض اللي بيتعهد المقرض بالتنازل عن سدادها بموجب شروط محدده. يعني تاخد قرض من الحكومه بس ايه ويقول لك لو عملت مصنع في في المنطقه مثلا بعيده منطقه الوادي الجديد لو مش عارف زرعت استصلحت ارض مش عارف فين هندي هنعفيك من سداد اقساط القرض ده مش عارف ايه اه فالحكومه بتشجعك على ا ا ا نشاط من أنشطة الشركة الطبيعية بتاعتك بس في إيه؟ عشان إيه بالموافقة أو يعني بالاتفاق على شروط معينة يعني. طيب الفير فاليو اللي هي إيه البرايس يعني خلاص احنا عارفين الفير فاليو في معيار آه ايفرز آه آه 13 إن شاء الله هنتكلم فيه بالتفصيل عن الفير فاليو اللي هي القيمة العادلة the price that would be received to sell an asset or بيد the transfer liability in ordinary transaction between market participant as the measurement date احنا اتكلمنا في الـ في الفير fair value في الايه في المعيار اللي فات طيب انت بتقولي خلاص عرفنا شوية المصطلحات بتاعتك دلوقتي علشان نعترف أو علشان نثبت المنحة بتقولي لازم يبقى فيه تأكيد معقول في حاجتين ريزونبل uh, اشورنس عشان اعترف ريكوجنايز بالجفرنمنت جرانتس لازم يبقى فيه ريزونبل اشورنس تاكيد معقول ان في حاجتين شرطين هيحصلوا ايه هما ان الشركه هتلتزم بالشروط عشان كده تستحق المنحه تاني حاجه ان فعلا الحكومه هتدينا المنحه دي صح ولا لا اه اهو يبقى في تاكيد معقول بايه ان انتيتي ويل كومبلاي ويز ذا كونديشن اتاتش تو ذا كونت المنحة اللي هي أو الشروط اللي هي مرتبطة بالمنحة. طب وإيه تاني؟ الانتيتي ويل اكشوالي ريسيف ذا كوان، هل فعلا إحنا لو عملنا الشروط دي فعلا الحكومة هتدينا الحاجات دي؟ اه اتس ات 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 ميكس نو ديفرنس مفيش فرق ما بين ان الجرانت دي تستلمها كاش ريسيف ان كاش اور جيفن ريدكشن ان لايبيلتي ان تخفيض مثلا من الديون اللي عليك زي ما قلنا كده زي ايه يسامحك إيه في في الاقساط اللي عليك في الديون او حاجه زي كده. ففي الحالتين هي جرانتس هي ايه؟ هي اه بس معالجتها محاسبيا احنا كل ده لسه بنتكلم في مفاهيم. بس المعالجه المحاسبيه زي ما قلنا كده هنصنفها لمنحه مرتبطه بالاصل اصل معين انت بتشتريه حته ارض بتشتريها في مدينه معينه او مبنى بتنشئه او حاجه بتبنيها او بتاع. ده يبقى ايه المنحة مرتبطة بهذا الأصل أو مش مرتبطة بالأصل فبيسموها ايه؟ إنكم يعني منحة مرتبطة بالإيراد ليه؟ هتخش لك كايراد مؤجل تمام؟ اه وهنشوف المعالجة بتاعتها ازاي؟ المهم إن احنا تصنيف المنح زي ما قلنا كده جرانتس ريليتد تو أسيت و جراندز ريليتد <applause> خلاص الاعتراف بالمنحة عشان نكتبها في سجلاتنا المحاسبية لازم يكون ايه الشرطين اللي احنا قلنا عليهم دي ما نعترفش بالمنحة الا بتأكيد معقول التزام الشركة بالشروط وتلقي المنحة طيب ااا ايه الاكونتنج تريتمنت بقى خلاص هو كلمنا على الفورجيفل ده احنا يعني بنقول ان ما فيش فرق ما بين الكاش واللابيليتي او زي الليابيلتي زي ايه زي فورجيفل فورجيفل لون اللي هو القرض اللي انت ما بتسددوش يعني بيبقى يعفق من الليابيليتي بتاعتك. Accounted treatment المعالجة المحاسبية بقى للgovernment grants تبقى ال IAS 20 required grants to be recognized as income over the relevant period to match them with related costs. They have been received to uh, compensate. اه uh, should be done on a systematic basis يعني ايه؟ يعني المعالجه المحاسبية ان انت بتعتبرها دخل يعني فعلا فلوس دخلالك تمام؟ فلوس دخلالك بس آه. هل انت هتقولي هي هي تخص السنة دي بس؟ لا انت ممكن تكون آه م م مرتبطة بالأصل أو مرتبطة ببناء حاجة أو مرتبطة بشروط معينة هتقعد سنة أو اتنين أو تلاتة يقول لك لازم تبقى سيستماتيك بيز يعني هتعمل هتعملها على كذا سنة. Uh, it is usually be easy to identify costs related to government grants. انت عارف التكلفة كام او المبلغ كام بتاع المنحة. Uh, and thereby the periods the, uh, in which grant should be recognized as income. فهي income بس ايه انت بتقولي مثلا لو مرتبطة بأصل على ـ Systematic way المعيار بيقول عليها ان انا اوزعها على الـ الـ سنوات الأصل uh, when grants are received in relation to depreciating or depreciating uh, assets the grant will be recognized over the period in which the asset is, is depreciated and in the same proportion يعني ايه يعني لو انت مرتبط باصل انت تشتري قطعه ارض مثلا فالحكومه دفعت لك نص ثمن الارض او نص ثمن العقار او ايا كان فانت بتقول لي ايه خلاص يبقى المنحه الدخل اللي دخل لك ده من المنحه اللي هو تعتبرته انكم مش هتدخله السنه دي لا ده هتدخله في السنوات بتاعت الاصل الاصل ده هيقعد خمس سنين يبقى خلاص توزع المبلغ بتاع المنحه على الخمس سنين بس منتهى إيه البساطه اه بيقول لك اهو تعالى شوف المثال ده اللي في الكتاب هنا بيقول لك اهو الشركه دي بتقول لك ريسيف جوفرمنت جرانتس بريزنتنج 50% يبقى الحكومه شالت لها تكلفه ايه 50% اوف ديبريسيتنج اسيت الاسيت ده الكوست بتاعه 40000 دولار اه يعني هتشتري اصلا تشتري عقار هتشتري ارض في الحته الفلانيه دي قيمتها كام؟ ألف دولار فالحكومه قالت لها خلاص احنا هن ايه هنشيل معاكي نصه. خصوصا مثلا لما بيشجع مثلا انك انت تبني مصنع في في مدينه جديده في مش عارف ايه تستصلح ارض في في مدينه صحراويه الكلام ده كله فبيشجعك فقلنا عشان تعترف بيها في شرطين ان انت بتلتزم بالشروط تاني حاجه ان في احتماليه كبيره ان انت لما تلتزم بالشروط ان انت تاخد فعلا المنحه. طيب اه طب هن... احنا خلاص كده عرفنا ريكوجنيشن الميجرمنت بقى هنكتب كام؟ اه ها ويل ذا ريكوجنايز ان ايه في الشركه دي اللي هي آه... ارتر دي ديبريسيتد ذا اسيد آه... اوفر فور ييرز ال... الاصل ده انت عارف ان هو هيهلك على اربع سنوات بطريقه الايه الاسترايت لاين سترايت لاين يعني او الستريت لاين اللي هي قصه الثابت فخلاص ات 40% ريديوسنج اه لو هو هيهلك على الاسترايت الاستريت لاين او لو هيهلك على ريديوسنج بالانس ب 40% احسب لي بقى الايه المنحه قلت لك خلاص بسيطه قوي هو بكام قلت لي هو ب... هو ب 40000 خلاص لو هو ريديوسنج ديس لايننج ميثود يبقى ال 40000 يبقى الاربع سنين كل سنه ايه 10000 10000 10000 طب والمنحه كام انت قلت لي 50% من قيمته يبقى انا هعمل جرانت انكم ب 20000 بس مش هدخلها كلها في اول سنه لا هوزع برضو ال 20000 على على الاربع سنين بنفس طريقه الايه؟ بنفس طريقه الاسترايت الاستريت لاين اللي هي بالتساوي فعملت 5 5 5 5 ال 20000 على الاربع سنين يبقى ب 5 كل سنه 5000 طب الريديوسنج بالانس الريديوسنج بالانس اللي هي طريقه القسط المتناقص قال لك لو انت شغال ب 20% يبقى اضرب في نسبه كبيره 40% اه 40% في كام في ال 40000 ب 16000 طيب يبقى 40 16 كام اتبقى كام 24 اضرب فيها في 40% كل مره في الايه في القيمه المتبقيه تضرب في 40% فالقيمه بتتناقص الريميندر لغايه ما يوصل كده ماشي طيب بنفس الطريقه هتضرب في الكام في ال 50% ال 50% من ال 40000 يعني عشرين الف يعني تقريبا ب... 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 بنفس طريقة ال ال الـ... ولكن ايه النصف يعني دي ستاشر يبقى دي تمانية دي اربعة الاف وتسعة الاف يبقى دي اربعة 4... اه يبقى دي النصف بتاعها هو عايز عايز ايه عايز, عايز بس يشوفك هتوزع الانكم ازاي ليه ما هي دي برضه طريقه من طرق المقابله مقابله الايرادات بالمصروفات المسببه له انت تكبت ان انت اشتريت الاصل ده ودي المصروفات بتاعه الديبريشيشن اللي هي هتتحط عندك مصروف غير نقدي اه بس مصروف في الانكم ستمنت وال... و... وده وده الانكم بتاع المنحه هي... بس ايه هيتوزع على السنوات مش هيخش في سنه واحده فبردو طريقه من طرق المقابله سواء في الستريت لاين ميثود او, 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 او ديوسنج بالانس ميثود هو بيقول لك بقى خد بالك ان في منح مثلا الأصول غير المستهلكه لو انت بتقول لي انا شاري ارض طب الارض دي لا تهلك اه ان ذا كيس اوف جرانتس فور نون ديبيربل اسيتس طب هنعمل ايه ساعتها هنوزع ازاي المنحه بنفس الباترن بتاع الاستهلاك لا انت بتقول لي المنح للاصول غير المستهلكه كالاراضي نعترف بالمنحه بس مقابل التكاليف عبر الفترات يعني في ممكن تكاليف آه تكاليف سيانة آه الارض دية ان هي تنظفها مش عارف تعمل لها صور تعمل لها مش عارف ايه آه يبقى certain obligation may need to fulfill in which case the grants grant should be recognized <applause> as income انت برضو هتعتبرها كincome بس ايه على السنة دي بس لأ over the period in which the cost of meeting the obligation is incurred هتوزعها على السنوات بس بنفس الباترين بتاع المصروفات اللي اه هو برضه اداك مثال للأرض وتعالى نشوف بقى النون مونيتري جفرمنت جرانتس. ال 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 النون مونيتري جفرمنت جرانتس مثلا بيقول لك ان أصل غير مالي فهتقيم الأصل الغير مالي بالظبط زي الأرض بالقيمة العادلة. تمام؟ طيب الفير fair value of non-monetary asset transferred by government to an entity as a, grant example a piece of land تمام it is used to account for both asset and the grant يعني ايه يعني آآ 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 الاصل ده بشوف قيمة الارض كام وقيمة المنحة المرتبطة انت بتقول لي 20% منها 50% منها فالفير فاليو انا هعملها علشان اعرف قيمة الاصل وقيمة المنحة طيب البرزنتيشن اوف جرانتس ريليتد تو اسيت لما هاجي اعرضها في القوائم الماليه هعرضها ازاي؟ لو هي اه, لو هي اصل انت بتقولي هي ايه؟ هي ايه, ايه بتعمل ريديوسنج للكوست اوف اسيت زي ما قلنا كده انت بتقولي هشتري ارض في مدينه جديده فالحكومه قالت لك خلاص يبقى احنا هنشيل منك 20% او هنتك... هن هنوفر لك 20% عشان تقدر تبني في المدينه الجديده دي ونوفر لك ونشجعك ان انت تعمل مصنع وتشغل العمال اللي هناك او الشباب اللي هناك تمام؟ فلو هي مرتبطه بالاصل هتعمل ايه؟ ريديوسينج الكوست اوف ايه؟ اوف اسيت او تعتبرها ديفيرد انكم ديفيرد انكم هي المفروض ان هي دايما دايما انكم يعني هي هي زي ما قال لك كده المعيار قال لك ان هي انكم بس آه ده مفهومك ليها تتوزع على السنين بس يا اما تقلل تكاليف او تزود ايرادات بس كده يعني انت خدت منحه يا اما تقلل بيها تكاليف الاصل اللي انت بنيته يا اما تظهر لك ايرادات في الـ في الانكم استثنائي يعني يا اما تاثيرها وانت بتعرضها وانت بتعرضها يعني في عرضها تظهر في الميزانيه تاثيرها يظهر في الميزانيه كتقليل من قيمه الاصل او ان هي تظهر فين؟ في 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 قائمة الدخل إن هي تزود لك الإيرادات بتاعت كل سنة بس على مض... مش في سنة واحدة. هنا بيقول لك أهو شركة استلمت 20% جرانت توورد ذا كوست أوف نيو أيتم أوف ماشينري. الماشينري دي بكام؟ ب 100,000 تمام؟ الحكومة قالت لها هن... هنديكي منحة 20% من قيمتها. الماشينري دي المفروض تقعد إيه أربع سنين. وما وما فيش residual value expected profit for company before accounting for depreciation on a new machine or جرانت amount 50 الف بير انيوم يعني المفروض يجيلك ايرادات 50 الف بس انت شاري التكلفه كام ب 100 الف والمفروض هتستهلكها على اربع سنين اه تعالى نشوف شكل المنحه وانت بتعرضها ازاي بتعرضها ازاي باعتبارها تخفيض من قيمة الأصل أو باعتبارها إنكم تعال نشوف كده أدي أول حاجة reducing the cost of assets. انت بتقولي والله انت بتقولي لي الماكينه دي ب 100000 وهتهلك على اربع سنين صح كده والحكومه قالت لك انا هخصم لك 20% طيب خلاص يبقى المفروض إن 100 ألف على 4 سنين المفروض 25 ألف بس انت قلت لي استنى بقى هو انا هكتب 25 ألف دي بيوشيشن يعني 25 25 25 25 ولا uh, انت بتقولي الطريقه اوين reducing the cost of acid هي الاسيد بكام ب 100000 والمنحه قال لي 20% يعني 20000 يبقى خلاص يبقى قيمه الاصل كام يبقى قيمه الاصل بقت 80 يبقى انا هستهلك 80 مش هستهلك 100 يبقى 80 يبقى انا في الاربع سنين هستهلك لو بستريت لاين 20000 في كل سنه اما ايه ال 50000 دي ده البروفيت اللي هو البروفيت اللي بيقول لك هيجي من ال من الانكم ستمنت بروفيت بيفور ديبريشن تخصم منه الدبرشيشن يديك البروفيت اوف ذا يير ده يعني ايه انكم ستمنت مصغره كده تمام وده الديبريشن طيب ده في الميزانيه بقى في الميزانيه انت هتقول لي النون كرنت اسيت ب 80000 ما انت مش هكتبها ب 100000 خلاص احنا قلنا ده ريديوس تقليل من الكوست اوف اسيت المكنه ب 100000 والحكومه قالت لك هندفع لك 20 خلاص يبقى انت كده اعتبر ان انت اشتريتها ب 80 واهلاكها السنه و20 خلاص يعني ال 80 على الاربع سنين في 20 فخلاص اول سنه هعرض في الميزانيه كام؟ انا جايبها ب 80 وقعدت 12 شهر فاهلكت 20 اهلكت خلاص اهلاك اول سنه 20000 خلاص يبقى الكوست ماينس الديبريشيشن يبقى اداني كام؟ 60000 ده الكارينج اماونت اللي هيتعرض في الميزانيه في اول سنه تاني سنه الكوست ماينس الاكوميليتد ديبريسيشن خد بالك ال 40000 دي بتاعت السنه دي وال 20 السنه دي والسنة, دي, والسنة دي, والسنة دي. والسنة دي والسنه, اللي فاتت السنه اللي بعدها برضو اه 80 60 اخر سنه 80 ناقص 80 يبقى بصفر يبقى كده توزيع الايه على السنوات بس انا اصلا حاسب الاصل بكام؟ مش ب 100 حاسبه بكام؟ ب 80 لاني قللت الكوست بالايه؟ بالجوانت الطريقه الثانيه بتقول لك لا خلي التكلفه زي ما هي. وقال لك دي ميزه الطريقه الثانيه ان انا احتفظ بالتكلفه 100000 فعلا. واحط ال 20000 دي ديفيرد دي انكم. ديفيرد دي انكم يعني ايه؟ يعني دخل مؤجل يتحط في في قائمه الدخل واستفيد منه على الاربع سنين. يبقى كل سنة خم خمسة آلاف اهو قال لك شكل قائمة الدخل اهو البروفيت از أه... اباف اللي هو قبل الديبريشيشن خمسين الف بس انا ههلك كان بقى انا ههلك مية الف على اربع سنين يبقى خمسة وعشرين سنة خمسة وعشرين الف مية الف الاصل فعلا بمية الف خمسة وعشرين خمسة وعشرين خمسة وعشرين الجرانت كام بقى؟ ده ايراد يتضاف ما يطرحش زي المصروف الاهلاك، احنا هنا بنقول ان دي قايمة دخل المصغرة. البروفيت قبل الاهلاك ناقص الاهلاك بس الجرانت انا قلت بقى ايه؟ المنحة ألف هوزعها على الأربع سنين. يبقى 5000 5000 5000 كل سنة 5000. يبقى كل سنة نفس الباترن اللي هو البروفيت خمسين ألف ناقص الديبوشيشن يبقى وعشرين زائد الجرانت يبقى تلاتين خد بالك الجرانت هنا انكم يجمع يجمع يعني إنما الديبوشيشن ده مصروف يطرح فكده البروفيت اوف زيير بقى كام؟ بقى الف. باعتباره يعني هو المفروض ان البروفيت كل سنه بيتغير بس هو بيعتبر ان ده باترن ثابت يعني. وزعت انت الايه؟ الاهلاك والمنحه عليه. على الانكم استتمنت. ده الانكم استتمنت. طب وريني بقى الايه؟ الميزانيه الميزانيه هتعرض ب 80 زي المرفض لا ما كنت بتقول لي ده تقليل من قيمه الاصل ال 100 ناقص ال 20 يبقى 80 واوزع على الايه هناك إيه الاربع سنين كل سنه 20 لا ده انا هكتب ال 100 زي ما هي وكل سنه ها هقسم 25 يعني ال 100 على الـ 4 فيها 25 يبقى إيه 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 الاصل يظهر بكام زي ما قلنا كده اللي هو الكوست موديل العادي الكوست ماينس الديبليشيشن يدينا الكارينج اماونت او النيت بوك فاليو ب 75 تاني سنه الـ الكوست ال 100 ناقص الاكوموليتد ديبليشيشن اللي هو اهلاك السنه دي والسنه اللي فاتت 50 يبقى 50 100 ناقص 75 25 لغايه ما تهلك الاصل كله اه يبقى هنا بتقول لي ان ايه ديدكتنج ذا كرانت فورم ذا كوست اوف اسيت از سيميلر نفس الكلام بس خد بالك الديفيرد انكم ميثود هاز ذا ادفانتج الطريقه الثانيه دي ليها ميزه ان ايه نون كارنت اسيت كونتينيو تو بي كاريد ات a كوست ان فاينانشال ستيتمنت بتحتفظ ب ألف اللي هي القيمه الحقيقيه للاصل عشان تقدر فعلا تعرف الاصل انت كنت جايبه بكام ويل جرانت قيمتها كام يعني تقدر تقول ان الطريقه الثانيه دي فيها ايه شفافيه اكتر فيها افصاح اكتر فيها عرض اكتر للايه اوضح لل... لل... انت جبت الاصل بكام والمنحه المرتبطه بكام؟ تمام؟ اقول لك الطريقتين نفس الكلام بس هي الطريقه الثانيه فيها ميزه يعني. يبقى ال ال الطريقتين اللي احنا شفناهم دول لعرض الاصل بالايه؟ الطريقتين اللي شفناهم طريقتين عرض الاصل اللي هو الريليتد تو اسيت الجرانت ريليتد تو اسيت. يا اما اخفض من قيمه الاصل يا اما اعتبرها ايه ديفرت انكم طيب المنح قال لك اي منحه اخرى غير المرتبطه باصل اي منحه اخرى غير المرتبطه باصل بيبقى اسمها ايه جرانت ريليتد تو انكم ما هيش ريليتد تو اسيت ذيس جرانت ار كريديت ان بوفتور لوس دي دي تعتبر انكم خلاص هرميها في البروفيت لوس بس بحاجتين بقى يا يعني اما هزود الانكم بس زي ما قلنا كده دي Deferred Income يعني مش 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 اتحط السنه دي. ده توزع على كذا سنه. يا اما اقلل من التكاليف. اه. Choose a method of disclosure. present separate credit under general heading. other income or deduct from the accredited expenses. تمام؟ طب يبقى الفرق بس ما بين المنحه المرتبطه بأصل ان المنحة المرتبطة باصل يا اما تخفضها تخفض قيمة الاصل بالمنحة وطبعا هتستهلك الاصل على الاربع سنين زي ما شفنا احنا شفنا الاهلاك وشفنا طريقة توزيع قيمة الاصل على السنوات الانتاجية او ان انت تعتبره ديفيرد انكم المنحة اللي غير مرتبطة باصل هما بيسموها ريليتد تو انكم يا اما تزق... تقول اذر انكم ايرادات اخرى او تقللها من المصروفات طيب في حالة تانية بقى ايه حالة ان الشركة ما التزمتش بالشروط اه يعني ايه يعني مثلا يقول لك والله احنا هنديكوا حتة الارض دي المفروض الارض دي بمليون جنيه تعملوا عليها مصنع طيب احنا هنديكوا الارض دي بمية الف بس او بنديها لكم بنص مليون يبقى احنا اديناكم خمسين في المية كلام جميل جدا كتر خير الحكومة ان هي بتشجع <applause> بس ايه بشرط ان انتوا تفضلوا في المكان ده ما تبيعوش الارض بقى وتستفيدوا من الفرق السعر اه تفضلوا في المكان عشر سنين او خمس سنين او اي ما اي شرط يعني انا مش انا بالف شروط يعني <applause> هي حسب يعني كمثال يعني فانت بتقول لي اه والله جت الشركه بعد سنتين ثلاثه وعايزه تتخلص من من المكان وتبيع الارض فالحكومه قالت لها لا يبقى انت كده لازم ترجعي المنحة لأن أنتِ ما ما حافظتيش على الشروط. Rebayment <متحدث> of grant أو government grant If a grant must be repaid لو الحكومة طبعاً أنت مش هتقدر أنت ممكن أي حد تفلفص منه لكن دي الحكومة It should be accounted for as a revision of an accounting estimate معيار 8 بيقول لنا أنت كنت متوقع الانكم يجي لك كل سنة بطريقة معينة في فجأة كده إيه ما بقاش انكم لا ده أنت كمان هترجع اللي أنت إيه اللي أنت اعترفت بيه قبل كده فخلاص مفيش مشاكل مش لازم تشتغل بطريقة ريتروسبكتيفلي بأثر رجعي لا ده أنت هتشتغل بطريقة بروسبكتيف يعني من هنا ورايح طبعا اللي ما شافش المعيار بتاع المعيار 8 دي لازم يراجعه لأن ده مهم جدا 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 Rebayment of grant related to income لازم ترجع المنحة دي لأن هو كده بيقولك ان انت مش مستحقها ولازم تدفعها Apply first against uh, any unamortized deferred income set up uh, in uh, respect of the grant Any exit should be recognized immediately as expenses يعني إيه؟ يعني كل الانكم اللي اللي هو انت اعترفت بيه هتعكسه علشان ال ان انكم ده تعمله ايه تعمله بالعكس بحيث ان انت تدفع الفلوس اللي عليك وتصفرها وتعترف بيه كمصروفات يا خسائر بقى يعني يعني خسائر انت اخدت ألف واعتبرتها انكم لا النهارده انت بتدفعها وتعتبرها اكسبنس عكس عكس الموضوع خالص طيب دول نوعين دول نوعين الجرانتس نوعين النوعين بتوع الجرانتس الجرانت عندك يا اما تكون الجرانتس او الجفرنمنت جرانتس ريليتد تو انكم والجفرنمنت جرانتس اللي هي ريليتد تو اسيت هو قال لك اي حاجه مش ريليتد تو اسيت تبقى انكم وأنا انت ممكن في يعني شرطين للاعتراف ان انت كومبلاي وذ ذا كونديشن وان إن الشركه فعلا هتستلم هذه الجرانت دول شوتين الريكوجنيشن الميجرمنت ان انت بتقيس مبلغ الجرانت ده العرض زي ما شفنا كده لو هي مرتبطه بالأسد لو هي مرتبطه باصل يبقى انت لازم تعمل ايه حاجه من الاثنين يا يعني اما تخفض قيمه الاصل وتستهلكه بالقيمه المخفضه يا اما تعتبر ان ده <applause> دي إنكم أو بيسموه ديفيرد إنكم، يعني إيه إيراد مؤجل، مش كله إيراد السنة دي، لأ، ده بتوزعه على قيمة الأصل، زي ما بتستهلك الأصل تستهلك هذه المنحة، لأنها ريليتد تو أسيت، لو مش ريليتد تو أسيت، ريليتد تو إنكم، يعني هو قال لك أي منحة أخرى مش مش مرتبطة بأصل، يعني أنت بتقولي مثلا إيه مدينة إحنا هنشتغل فيها، مش هنشتغل فيها مش لا هنبني أرض ولا هنعمل حاجة عشان عشان الحكومة تقول لنا هديكوا 20% 50% لا لما جوه التشجيع فبتقول لك والله يا عم خلاص احنا هنديكم مبلغ معين او قرض معين هنسامحكم فيه لو عملتوا شروط معينه فكده ما هيش ريليت تو فيقول لك والله يا اما تعتبرها انكم بس توزعها على سنوات المنحه يا اما تقللها من المصروفات المشكلة بقى ان انت ما التزمتش بالشروط بعد ما استلمت المنحة فلازم تعكس قيودك تاني اللي القيود اللي انت اعترفت ب بانكم ودخلت انكم عندك هتعتبرها مصروفات وتلغي المنحة دي بالنسبة للجفرنمنت جرانت في حاجة تانية اتكلم عليها المعيار اي اس 20 الجفرنمنت اسيستنس المساعدات الحكومية المساعدات الحكومية اي حاجة غير منح اي حاجة غير المنح زي تخفيضات زي الحاجات دي كلها يعني مثلا زي ما قال لك ايه مثال المساعدات قروض بدون او بدون فايده او بفايده قليله فانت مفيش فلوس هتخش لك يعني مفيش ما تقدرش تقول عليه جرانتس ما تقدرش تقول عليها منحه اهو فالمطلوب منك ايه هنا؟ مفيش اي معالجه محاسبيه مفيش فلوس دخلت او خرجت يعني الجفرنمنت جرانتس ده بيقول لك ايه قرض بفايده قليله يعني الناس كلها بتاخد فايده 20 و15% مثلا إيه انت هتاخد الفايده بسبعه في الميه ولا تاخد القرض بدون فوايد دي دي منحه او مساعده فانت هنا مطلوب منك ديسكلوجر بس مفيش معالجه محاسبيه ديسكلوجر of such assistance may be necessary because of its significance اه oh, significance its nature um, extend طبيعتها و والاكستند بتاع الديوريشن شود بي ديسكلوز مطلوب افصاحات بس للحاجات دي زي ايه زي ما بيقول لك اهو لون ات لو اور زيرو انترست ريت اكزامبل ده مثال للمنح المساعدات الحكوميه ده كده يعتبر المعيار البسيط اللي هو اي اس 20 خلص في عندنا معيار تاني صغير اللي هو اي اس 40 اي اس 40 اللي هو الانفستمنت بروبرتي الاستثمار العقاري الاستثمار العقاري بيقول لك والله بشتري ارض او عقار العقار اللي هو يعني يقولك لك ما الارض وما عقر منها يعني الارض والمبنى اللي عليها الاتنين ده يعتبر عقار تشتري عقار بتشتري شقه بتشتري, شا... بتشتري حاجه علشان ايه علشان تقول حاجه من الاتنين يا اما ايرن رنت استفيد من ايجار يا اما كابيتال ابريشيشن الله 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 ده حاجه تانية غير اللي احنا كنا بنتكلم فيها مثلا في اي اس 16 اي اس 16 بتقول لي والله عقار ولا ارض ولا اي اصل انتاجي بإمّا أش... يا اما يا اما بس يعني يا اما بستهلكه او, أو... بنتج بيه منتجات يا اما بستفيد بيه في ال... في ال... في الانتاج في... او في البتاع ده في ال... في ال... في, ال... في الاغراض الاداريه فانا لا اغراض اداريه ولا حاجه عشان كده اسمه استثمار عقاري انت شاري الارض او شاري العقار عشان لما يغلى شو بيقول لك ايه كابيتال ابريشيشن تستفيد من من ارتفاع اسعاره زي ما بيقولوا كده بالبلدي يقول لك بنسقع الارض دي او ان انت تاجره وتاخد ايجار يعني له اغراض انتاجيه ولا اغراض اداريه شوف بقى ازاي اه طيب إس ابوبيتي هو هو عقار لاند اور بيلدينج Or بارت of Building or Boss يعني يا إما الأرض أو العقار أو الاثنين أو جزء من بيلدينج شقة مثلا بتأجرها هيلد أنت شاريها ليه أو محتفظ بيها ليه؟ By the owner أو by the ليزي المؤجر آه as a right of use asset to earn rental عشان يستفيد بالإيجار Or for a capital appreciation or both rather than وليس يعني هو هو جايبها عشان ايه يستفيد بالايجار او بارتفاع سعرها وليس ايه وليس برودكشن للانتاج ولا الادمنستريتيف بورص بس كده يبقى اي اس كام اي اس 16 ولا ان هو بيبيعه ان هو ان اوردينري كورس اوف بزنس الله ايه السيل ان اوردينري كورس اوف بزنس ده ان هي حاجه بضاعه بيبيعها يبقى دي كده الانفنتوري اللي هو اي اس 2 يبقى اي اس 70 لا هو للاغراض الاداريه ولا الانتاجيه يعني مختلف مخالف لاي اس 16 ولا هو بيع ان اوردينري كورس اوف بزنس ولا هو بتبيع منتجات انت مشتريها قبل كده ما هوش مخزون اي اس 2 تمام يبقى احنا كده فهمنا طيب شويه مصطلحات برضو بيقول لك ايه هي الاونرز اوكيبايد بروبرتي اللي هو كل البروبيوتي كل الحاجات اللي اللي الشركه جايباها عشان تستخدمها يا اما في الانتاج في مع يا اما في الاغراض الاداريه طبقا لايه؟ معيار اي 16 ا بروبيوتي باي اونر تمام؟ او المؤجر عشان ايه؟ عشان البرودكشن اور سبلاي جودل اور سيرفيس او ادمنستريتيف بربوس يا اما الاغراض الانتاجيه او الاداريه والفير فاليو عارفينها والكوست عارفينها الكامنج اماونت اللي هو التكلفه ماينس الاكميديتيشن الحاجات دي كلها قلناها زي ما قلنا كده معايير الاصول كلها زي بعض. اه بس خد بالك بقى انت هنا بقى اه الغرض مختلف زي ما قلنا كده الانفنتوري انت جايب الحاجه عشان تبيعها تكسب من فرق سعرها. الاي اس 16 البي بي ان دي انت جايب الحاجه عشان تستخدمها في الانتاج او الاغراض الاداريه. هنا لا انت مشتري العقار ده او جزء من العقار او ارض او جزء من أو الاثنين عقار وأرض علشان يا إما تستفيد بقيمتهم لما تزيد كابيتال ابريشيشن ارتفاع القيمة الرأسمالية أو إن أنت تأجرها وتستفيد بيها لا هو لا هو مخزون ولا هو أصل إنتاجي فلذلك معالجته المحاسبية هتختلف على المخزون والأصل الإنتاجي صح ولا لأ؟ آه خلاص إحنا عرفنا تقريبا الحاجات دي كلها يعني اللي اقصد بالحاجات اللي هي التعريفات اللي فاتت دي طيب متهيألي كده يبقى أفضل عشان ما تبقاش الصورة يعني خارجة عن الشاشة كده كويس يعني هنا بيدينا اكزامبلز بقى بيقول لنا خد بالك ان الامثله دي مهمه جدا 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 الاكزامبلز اوف انفستمنت تو بروبرتي الامثله دي مهمه في ايه؟ ان انت ممكن يجي لك امثله زي كده وتبقى لازم تفهم هي إيه دي ايه يعني هي دي تصنفها ايه وبعد كده الجدول الصغير الجميل ده يعني صنف لنا الاحتمالات كلها هنا اللاند هيلد فور لونج تيرم كابيتال ابريشيشن انا شاري ارض علشان استثمار طويل الاجل ولما قيمتها تعلى يبقى <تصفيق> يبقى كابيتال <applause> ابريشيشن يبقى انت كده استثمار عقاري صح رازا شورت تيرم سيل ولا اني أبيعها في خلال السنه دي اللي هو ايه ان اودوني كورس اوف بيزنس يعني في نشاط الشركه الطبيعي يعني مش مخزون انا جايبه عشان ابيعه اه يبقى المخزون ده طبقا لمعيار كام اي اس 2 لكن ال ال الكابيتال ابريشيشن ده معيار كام اي اس 40 Uh, the director haven't yet واحد بيقول لك جايبين ال الارض عشان لما تغلى يبيعوها والدايركتورز مجلس الاداره ما قرروش haven't yet decided whether a building uh, a factor on the for using business مش عارفين هم هيبنوا عليها مبنى عشان يستخدموها للاغراض الانتاجيه والاداريه ولا keep it and sell it when value is rising او value has risen ولا يحتفظوا بيها ويبيعوها لما سعرها يزيد. طالما انت اصلا بص انت بتقولي جايب حاجه ما قررتش هعمل فيها ايه خلاص بتصنفها اي اي عقار يعني ارض او او مبنى وما قررتش haven't yet decided يبقى انت بتصنفها اي اي طيب a building on the by the reporting entity اه استنى بقى خلاص يبقى اول واحده دي احنا عرفنا ازاي ان هي اول مثال ده قلنا ان هي اس 40 لان قال لك capital appreciation احنا نحتفظ بيها عشان لما تغلى نكسب من ارتفاع تكلفتها راسماليه يعني. تاني حاجه بيقول لك building owned by the reporting entity مبنى يعني شرياه الشركه or held by the entity as a right of use assets او ماجراه خد بالك يعني ممكن يكون رايت اوف يوز اسيت في ليز يعني فاينانسنج ليز او كده لما ناخد الليز هنعرف ان شاء الله اند ليزد اوت وبيتاجروا اندر ان اوبريتنج ليز بتاجروا لحد تاني ايجار تشغيلي عادي يعني تاخد منه ايجار وخلاص مش اللي هو الكابيتال ليز ولا الفاينانسنج ليز يعني اه ده يبقى لو انت زي ما قال لك المعيار انت عايز تستفيد من العقار بالكابيتال ابريشيشن او الرنت ما هو الاوبريتنج ليز هو الرنت يعني اه فانت كده تعتبر برضه تصنفهم استثمار عقاري طب تالت حاجه بيقول لك ايه بيلدينج هيلد باي بيرنت البيرنت بتاع الشركه اللي هي الشركه القبضة اللي ليها اكتر من 50% في الشركه ليز تو سبسيدري نوت هاو ايفر ذات ويل This is regarding as investment property in individual parent company uh, financial statement uh, in the consolidated financial statement this property will be regarding uh, as owner occupied يعني ايه؟ يعني لو انت هتعمل قايمة منفصلة هتقول والله شركة مأجرها لشركة صح؟ اه ليز اهي متأجرة يبقى ده يتصنف على انه استثمار عقاري انفستمنت بروبرتي لكن لما تيجي تعمل كونسوليديتد فاينانشال ستيتمنت قوائم ماليه مجمعه لأن هم مجموعه الشركه القابضه هي دي البيرنت بتاع الشركه السبسيدري التابعه تمتلك اكتر 51% في فالمعايير بتقول لها اعملي قايمه ماليه موحده مش لازم تعملي لكل شركه في المجموعه بتاعتك قايمه واحده خلاص دي تعتبر انت مالكه للشركات دي اعملي قايمه ماليه مجمعه اسمها موحده كونسوليديتد فاينانشال ستيتمنت طب شركة من الشركات دي مأجرة ما لأختها أو للبيرنت بتاعتها مش هيظهر في الكونسلتيتد فاينانشال ستيتمنت إن هي انفستمنت بروبيرت ولكنها هتظهر على إنها إيه؟ أونر أوكيبايد أكن أكنه أصل إنتاجي عادي خالص طبقا للأي إس 16 اللي إحنا لسه كنا مخلصينه بيكوز إت إز أوكيبايد باي ذا جروب خلاص هو مملوك بواسطة الجروب آه and Uh, therefore be traded according اي اس 16 يبقى دي ده ده ثالث مثال رابع مثال بيقول لك property is being constructed and developed for future use انت بتبني مبنى او عقار يعني وما انتش عارف انت هتستخدمه في ايه future use مش عارفين احنا هناجره ولا هنعمله مخزن ولا نعمله مصنع ولا نعمله الاغراض الاداريه الشركه تبقى في مكاتب الشركه في الحالتين دول يبقى اي اس 16 طب يمكن انا اجره يا اخي بقى اي اس 40 فطالما انت مش محدد الاستخدام بتاعك بتصنفه انفستمنت بروبرتي استثمار عقاري اه تايم اوف نون انفستمنت بروبرتي لو هو مش مش انفست مش لو هو مش استثمار عقاري هيبقى ايه؟ بروبرتي اندينت تو سيل ان ذا اوردينري كورس اوف بزنس بضاعة ببيعها في نشاط الشركة الطبيعي اللي هو انفنتوري مخزون طبقا لمعيار كام اي اس 2 طيب بروبرتي بين كونستراكتد اور ديفولبد اون بيهيف اوف سيرت بارتي شركة تانية بتبني لي المبنى ده اه يبقى ده طبقا لاي اس خمس اي 15 اللي هو ريفينيو فروم كونتراكتس ويز كاستمرز آه سوري لا ده احنا اللي بنبنيه لشركة تانية خد بالك احنا اللي بنبنيه عشان كده احنا اللي لينا ايراد هناخد ايراد لما نبنيه للشركه ده, ده كده مش بتاعنا خالص مش استثمار عقاري خالص ده ايراد احنا شركه انشاءات وبنعمل بنعمله لشركه آه... لطرف ثالث سيرد بارتيز مش بتاعنا خالص مش ملكيتنا اصلا طيب انا اوكيبايد بروبرتي اصل مملوك للشركه بس هو بي... بيقول كلمه اونرز اوكيبايد بيهدف ليها الايه؟ للي هو الاغراض الاداريه والانتاجيه يبقى ده طبعا بي بي ان دي او بروبرتي بلاند اند كويمنت طبقا لاي S 16 طيب خلاص احنا شفنا الحاجات دي تعالى شوف هنا آه طالما شفت الامثله دي وفهمتها هتلاقي ان سهل جدا ان انت تفهم الاستثمار العقاري أنا بيقول لك هو بروبرتي ميبي بارشلي اون اوكيبايد ممكن يكون جزء من العقار عاملين فيه مكاتب الشركه مثلا و وبارشلي هيلد فور انفستمنت بروبس طب نعمل فيها ايه قال لك شوف الغالب ايه الغالب ان زي اف ذس كود بي سولد سبيريتلي لو الاجزاء الصغيره دي مثلا الشقه انت بتاجرها او بتاع او مستني تبيعها لو تقدر تبيعها لوحدها خلاص قيمها لوحدها. If the property should shouldn't او couldn't be sold separately لو مش هتقدر تبيعها لوحدها the property is investment to, uh, property. تبقى تق, تقيم البروبرتي كله العقار كله على انه investment property. Only if um, او او only uh, بيسموها ايه؟ if only يعني insufficient part is uh, owner يعني ايه يعني الجزء اللي مستخدم في ال... في الانتاج او الاغراض الاداريه جزء صغير insufficient جزء غير مؤثر يعني مثلا ايه عقار 10 ادوار الشركه واخده الدور الاول بس مكاتب للموظفين او مقرها الاداري وبقيه العقار التسعة ادوار او ال10 ادوار التانيين دول كلهم بت بيتأجرهم بيتبيعهم مش عارف بت أيا آه، كان بقى أي أغراض أخرى غير الأغراض الإدارية والإنتاجية فتصنف العقار كله على إنه استثمار عقاري لو مش هتقدر آه مش هيقدر يتباعوا لوحدهم لو لازم العقار كله يتصنف لوحده أو يتباع لوحده بس غالبا ممكن بيه... الشركات تبيع 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 الوحدات اللي هي الشقق ال... 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 شوء... تبيعها لوحدها فخلاص مش لازم تقيم العقار كله على إنه Investment property او اونرز occupied ايه ريكوجنيشن زي اي زي اي معيار اصول ان آه, عشان اعترف بال بال بالاصل ده لازم يكون ايه probable future economic benefits that are associated with the investment property will flow to the entity في منافع مستقبليه محتمله من الاصل ده هتعود على الشركه تاني حاجه ايه ان الكوست اوف انفستمنت بروبرتي كان كان بي ميجر يبقى الشرطين بتوع الاعتراف دي هتلاقيها في كل الاصول يعني ايه ريكوجنيشن يعني ايه اعتراف يعني تضمين للاصل في القوائم الماليه طيب هنقيسه ازاي هنكتب القيد بكام ده الانيشال ميجرمنت بالتكلفه كل الاصول بتقول لك ان الانيشال ميجرمنت بالتكلفه ايه التكلفه دي تكلفه كل الفلوس اللي اتصرفت على الاصل حتى يصبح قابل للاستخدام في وضعه الطبيعي طبيعي في في الغرض اللي الشركه عامله ليه زي ايه ان انفستمنت بروبرتي should بي ميجرد انيشلي ات ات ايتس كوست انكلود ترانزاكشن كوست رايت اوف يوز كل بقى اه شوف بقى زي يبقى كل المصروفات اللي هتتصرف على الاصل حتى لو هو رايت اوف يوز اسيت مؤجر من الغير المهم, المهم عندنا او اللي فيه اختلاف عن المعايير الاخرى السبسيكوينت ميجرمنت او القياس اللاحق او الميجرمنت سبسيكوينت initial recognition القياس اللاحق للاعتراف الاعتراف الاولي يعني ايه يعني كل ميزانيه بقى كل سنه تخلص هعرض الانفستمنت بروبرتي ده بكام قال لك بص زي اي معيار برضو في معايير الاصول بيخيرك ما بين الفير فاليو موديل والكوست موديل Whatever policy is chosen should be applied to all investment properties. زي برضو أي حاجة بيقول لك والله أنت هتشتغل بال ال fair value model يبقى تقيم كل ال investment properties اللي عندك بال fair value model بال model يبقى تقيمهم كلهم بال cost model. تمام؟ واختصارا للي احنا احنا طبعا قريناها قبل كده انت بتطبق القيمه العادلة على الكل الا لو يمكن لا يمكن قياسها اه فانت بتقول لي والله في عندي آه آه شويه اقيس آه القيمه اعلى من من الماضي شويه آه آه القيمه تطلع فيبقى ارتفاع في السعر شويه تنخفض ف آه فا فأنت بتقولي إيه اه زي ما شوفنا بالظبط كده في جين وفي لوس نفس الكلام هنا بيقولك هو after initial recognition the fair value model should be measure all of its investment probability at fair at fair value. لو أنت أشتغل بالfair value model تقولي هتحددلي the fair value و أي خسارة تتحط في PL و أي valuation surplus هيتحط في, ال في ال OCI الـ gain or loss arising from change in fair value uh, of an investment probability should be recognized in net profit or loss الـ fair uh, value of investment to property accordance with, with IFERS 13 should reflect market condition uh, at the end of reporting period يعني ايه؟ يعني IFERS 13 ما بيقول ما بيفرضش عليك تقيم ازاي لكن بيقول لك لو انت عايز تحسب الفير فاليو تعالى اقول لك احسبها اقول لك تحسبها ازاي زي ما قلنا كده ان يبقى المفروض يبقى في سوق ناشط للحاجه دي مشتريين كتير وبائعين كتير فاقدر احكم او اقول السلعه دي بكام تمام؟ آه من ان كل الناس بتشتري بالسعر ده وبتبيع بالسعر ده وده السعر العادل اللي هو الشاري والبائع مرتضين بهذا السعر تمام؟ انما هنا علشان الانفستمنت بروبرتي ده حاجه مخصوصه ليه فهو ما بيعتبرش ما بي يعني انت جايبه علشان لو سعره تنفع تبيعه. فمش هت مش هتتعامل مع تغير في الفير فاليو زي ما بنتعامل بالاي اس 16 يعني لو ارتفاع مش هيحصل ايه انكريزنج كانج اماونت ايه 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 مثلا هنا اباف الكوست موديل ريكوجنايز الايه الفاليويشن Surplus الفير فاليو موديل اول changes ان ايه اه هو عايز يقول لك هنا ان خد بالك ان ان الفير فاليو موديل مش هو هو Valuation موديل ال 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 معيار 40 اللي هو الانفستمنت بروبرتي ليه طبيعه خاصه زي ما قلنا كده الاصل مش جايبه عشان يقعد معاك تستخدمه في الانتاج او في الاغراض الاداريه لا ده لو تغ... يعني لو تغير لو قلت لي لو سعره بقى انت 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 عايز تكسب من ارتفاع السعر عايز تكسب من الارباح الراسماليه تمام اه ف فانا بيقول لك اهو ان الفير فاليو موديل مش هي هي الفالوييشن موديل الفالوييشن موديل لو عندك فالوييشن سي بلس هتعترف بيها في الاو سي اي هنا لا مش هتعترف بالاو سي اي اي ارتفاع او اي انخفاض هتعترف بيه في البي ال على طول ده الاختلاف الوحيد ما بين اي اس 16 وانفستمنت بروبرتي الكوست موديل زيها بالظبط زي هنا بيقول لك اهو ازاي بالظبط الاي اس لو اخترت اشتغل بالكوست موديل يبقى التكلفه اللي احنا جبناها من الانيشال ميجرمنت ناقص كل الايه ناقص كل ال الديبريشن واي امبيرمنت اي, أي امبيرمنت لوس الكوست موديل زي ما قلنا زي بالظبط اي اي اس 16 من هنا بيكلمني لو انا بقى عايز اعمل تشينج اف ات شودنت تشينج فروم وان موديل تو انذر ما ينفعش ان انت تغير من الكوست موديل للفير فاليو موديل طيب انما بقى لو انت عايز تعيد تصنيف تعيد تصنيف يعني ايه؟ Transfer from investment to property should only made with their in a change in use يعني ايه؟ لو انت قعدت قلت لي مثلا هذا العقار ان انا مش هستخدم مش هبيعه وهستخدمه في الانتاج يبقى كده تحول من اس 40 ل اس 16 يبقى كده اعاده تصنيف او يعني إعادة تصنيف العقار، إعادة تصنيف الأصل ده يستتبعه آه تغيير المعالجة المحاسبية، إيه هو بيقول لي هو بيزنس أونز أ بيلدينج ويتش which is has been used as head office هي عندها الشركة عندها المبنى ده بتستخدمه على إنه إيه آه المركز الرئيسي بتاع الشركة in order to reduce cost عشان تقلل التكاليف بتاعتها عملت ايه غيرت الايه الهيد اوفيس بتاعتها الاتس برودكشن سنترز وقالت لك نو ليتنج اوت اتس هيد اوفيس طيب يبقى كده خلاص احنا بنقول ان احنا ايه الهيد اوفيس ده عايزة تخفض التكاليف فحولته للايه انفستمنت بروبرت كومباني بوليسي از تو يوز فير فاليو موديل فور ذا بيلدينج هاز ان اوريجينال كوست تكلفه الأصلية بتاعته ميتين وخمسين ألف دولار has been depreciated over a خمسين years لما كان بيستخدم للأغراض الإدارية تم إهلاكه كام؟ تم إهلاك الفترة اللي فاتت دي على إن هو كان بيهلك على خمسين سنة على أساس إن هو بيلدينج تمام؟ إنما لما بدأت أنت تغير تصنيفه من الاونر اوكيبايد او اللي هو البيزنس الاغراض الاداريه ال ال الادمنستريتيف بربوز للانفستمنت بروبرتي يبقى لازم تشوف الفير فاليو بتاعته وتحوله للانفستمنت بروبرتي تعال نشوف هتتحل ازاي الحكايه دي هنا بيقولك اهو وهنا بيقولك اهو الاوريجينال كوست كانت 250000 الف الاهلاكات اللي حصلت خمسه الف ليه؟ لان هو 9 سنين آه يعني ال ال 250 الف على ال 50 سنه هتجيب تكلفه السنه تدورها في 9 تديك الايه طبعا هو هي مش 9 بس يعني المهم جابت 45 الف الدبرشيشن في الجزء من السنه 2500 يبقى اجمالي الدبرشيشن كام؟ سبعه الف ونص يبقى الكارنج اماونت حاليا كام؟ ألف. ليه؟ لأن هو الكوست ماينس الأكوميتد ديبرشيشن هيدينا الكارينج امونت بس أعادوا تقييمه بكام؟ بـ ألف ده الفالويشن سي بلس يبقى الفير فاليو المفروض الفير فاليو اللي هو اتقيم بيه دلوقتي علشان زي ما قلنا كده تحوله من اونرز اكوبايد لانفستمنت بروبرتي لازم تقيمه بالفير فاليو الفير فاليو بتاعته 350 فاعترف بيه

طيب في حالة الديسبوزل في حالة التخلص أو البيع أو عدم الاحتراف زي أي أصل بالظبط بنحسب ربح أو خسارة الفرق ما بين حصيلة التصرف والقيمة الدفترية اللي هو الديسبوزل ده يا إما يحصل دي ريكوجنايز يعني عكس الريكوجنيشن أو إن يتعمل سيل أو ديسبوزل فيبقى في جين أون سيل أو جين أون ديسبوزل زي دي إيه؟ مثال كده برضو شفنا آه عملت القيود بتاعته هنا كمثال ده ده مش موجود في الكتاب بس انا اللي عملت القيود دي قلت مثلا ايه؟ لو انت شغال الاصل ب 350 الف وعندك اكماليتي ديبرشيشن ب 50 يبقى الاصل هنا هيعرض بكام؟ انت قيمته ب 350 الف مثلا في المثال اللي فات وعملت اهلاك السنه دي ب 50 يبقى المفروض الصافي بتاعه كام؟ الصافي بتاعه 300 بس انت بعته ب 400 قبضت فعلا 400 يبقى ص... يبقى انت كسبت 100 اه القيد الاصل ده مدين عملته داين والاكمتد ديبريشن داين خليته مدين تمام والكاش طبعا مدين لان الفلوس دخلت لك 400 400 والاكمتد ديبريشن يبقى 450 تكمله الايه القيد الطرف الداين يبقى 100000 اللي هو الجين ان اندسبوزال <applause> انت قبضت 400000 في اصل الكارينج اماونت بتاعه 300000 يبقى الجين اون ديسبوزال كام 100000 ده لو انت شغال بالايه الكوست موديل لو الفالويشن موديل هتقول لي والله الاسيت 350000 واتباع ب مفيش ديبريشن انت لسه عامل عامله السنه دي والكاش انت قابض 400000 الف يبقى الفرق ما بين الاسيت والكاش اللي اتقبض الكونسيدريشن اللي اتقبضت دي 50000 يبقى دي جين ان ديسبوزل يبقى كده يعتبر خلص الايه ال بروبرتي عندنا معيار صغير خالص ممكن والله لو نقدر نخلصه اللي هو البوين كوست البوين كوست تكاليف الاقتراض تكاليف الاقتراض بتقول لك ايه اللي هي الفايده ايه هي تكاليف الاقتراض الانترست ده معيار 23 كل قصته بيقول لك ان المفروض تكاليف الاقتراض دي المفروض الطبيعي بتاعها ان هي تتحط في الانكم ستيتمنت على انها مصروفات الانترست اور اذر كوست انكيود باي ان انتيتي ان كونكشن ويز بوينج اوف عشان تحصل على اموال تمول بيها الانشطه بتاعتك فانت بتتكبد فوائد مصاريف الفوائد او مصاريف التمويل بوينج كوست دي تكاليف الاقتراض دي الطبيعي ان هي تبقى ايه الطبيعي في كل الاحوال مصروفات اكسبنسز في البي ال في البروفيت اور لوس اللي احنا بنقول عليه انكم ستمنت طيب الا في حاله ايه؟ في حاجه اسمها كواليفاينج اسيت لو انا بشتري اصل او بنشئه او بصنعه بس الاصل ده يكون كواليفاينج يعني ايه؟ اصل مؤهل يعني ايه اصل مؤهل؟ يعني هياخد إيه يعني فتره سبستنشال بيريود فتره كبيره في تكوينه او في انشائه او في تصنيعه او في شراؤه حوالي سنة يقول لك الاسيت that necessary تيك substantial period of time to get ready for its intended use or sale يبقى تكاليف الاقتراض في الحاله دي جزء من راس مال الاصل ده من تكلفه الاصل ده ليه يا عم اصل هي تكاليف التمويل هي عباره عن ايه مرور فتره من الزمن والقرض عندك فبتعد عليه فايده فكل الكواليفاينج اسيت ده خد خد فتره كبيره من الوقت في بناء الاصل او تكوينه او اشتراؤه ده خد فتره طويله من الـ من الوقت فيعتبر الانترست جزء منه فهي دي الحاله الوحيده اللي المعيار بتاع اي اس 13 معمول 23 ده معمول كله علشان يقول لك ان البوينت كوست دي في جميع الاحوال هي مصروف تتحط في الانكم ستمنت الا في حاله ان انت بتشتري او بتصنع او بتنتج اسيت اصل يتميز بانه كواليفاينج اصل مؤهل يعني ايه اصل مؤهل؟ يعني بياخد سبستنشال بيريد فتره طويله من الوقت على بال ما تشتريه او تصنعه او تبنيه مثلا لو هو مبنى او كده اه ففي الحاله دي الفوايد بمرور الوقت بقت جزء من تكاليفه اه فتدخله معاك في التكلفه الراسماليه دي الحاله الوحيده اللي الانترست تترسمل على الاصل ولكن وليست آه تتحط اكسبنس في البي ال اه نوت ذات ذا ستاندرد doesnt define substantial period of time but assets that normally take more than one year you... على الاقل سنه اكتر من سنه علشان تكون ايه عشان يكون يكون ريدي تو يوز يوجوالي بي كواليفايد اسيت يبقى الكواليفاينج اسيت هو ايه اللي هياخد حوالي سنه في ايه بقى في انشائه او في الكلام ده كله استندر ليست ذات مي انكلودد ان بوينت كوست اللي <applause> انت ويست تمام ايه الفوائد اقول لك فوائد السحب على المكشوف رسوم التمويل الفاينانسنج لارج أه فرق الصرف من الاقتراض بعمله اجنبيه الحاجات دي كلها تعتبر بورين كوست تمام <applause> طيب any of the following may be qualifying assets ممكن الحاجات دي تكون كواليفاينج اسيت الانفنتوري المخزون معقوله اه انت بتصنع مخزون عشان تبيعه ده طيب معقوله ممكن مخزون يقعد سنه اكتر من سنه يتصنع يبقى كده ده المفروض يكون كونت اسيت ازاي انا يبقى كده ماننت اقول لك لا في انواع من المخزون في انواع من المخزون تصنيفها كده لان هي يعني مثلا ايه تنقيب عن البترول اللي مش عارف المناجم اللي الفحم في حاجات بتاخد فتره طويله على بال ما آه آه بلانتس طبعا احنا لما نيجي بقى المعيار اي اس 2 هنتكلم فيه بالتفصيل بس احنا بنديك امثله بس للحاجات اللي ممكن تنفع تبقى كواليفاينج اسيتس مانيفاكتنج بلانتس باور جنريشن فاسيلتيز لمنشات الطاقه المصانع الاصول غير الملموسه الار ان دي تنجبل اسيتس أما تقعد كذا سنة تعمل في دواء جديد تعمل له ريسيرش أند ديفلوبمنت بس احنا عارفين إن أنت تقدر ترسم الديفلوبمنت لكن الريسيرش لأ مصروفات تمام طيب الإنفستمنت بروبرتي اسمع عقاري اللي احنا لسه مخلصينه حلو يبقى الحاجات دي كلها إيه؟ حاجات تنفع تبقى كواليفاينج أسيت يعني أص أصل ياخد أكتر من فترة مالية أكتر من سنة في عملية انشائه أو شراؤه أو إعداده أو آآ 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 تصنيعه يبقى اصل مؤهل لان فوائد التمويل تراسمل عليه بس ادي قصه معالجه فوائد التمويل الفاينانشال اسيتس اند انفنتوري ذات ار مانيفاكتشرد از ويد اوفر شورت بيريد اسيتس ذات ريدي تو تو يوز الحاجات دي نوت كواليفايد اس الفاينانشال اسيت اللي هي الاصول الماليه والانفنتوري اللي الحاجات اللي بتتعمل في شهرين ثلاثه الحاجات دي كلها ما هياش كواليفاينج اسيت احنا بنتكلم كواليفاينج اسيت احنا حددناها وعرفنا ان هي فتره طويله من الوقت طيب البوينج كوست الليجبل فورس كابيتالايزيشن فوائد تكلفه التمويل بقى اللي هي اللي تراسمال دي هي اللي لازمه الاستحواذ على الاصل او بنائه او انتاج اصل مؤهل والحاجات هي دي اللي احنا بنتكلم عليها This point cost directly attributable to acquisition, الاستحواز على أصل او كونستراكشن construction, بناءه. لو هو مبنى برودكشن انتاج كواليفاينج اسيد ماست بي ايدنتيفايد اه عيبها ايه مشكلتها ان انت ممكن ما تعرفش تحدد الاصول المؤهله زي مثلا شركه بتقترض في في الاجمالي بس في اصول بتشتريها ما هياش مؤهله وفي اصول مؤهله طيب تكاليف التمويل اللي هي بتشتريها ككل للشركه كلها لكل الفروع لكل الاصول هخصصها ازاي لدوت هي دي المشكله ان انت تقدر تحاول ايه تخصص الاصل اللي هو عايز تعال نشوف المثال ده هيوضح بيقول لك هنا اهو شركه استيمنز كومباني بويد 1 مليون اند هاف 1.5 مليون فور فاينانس اه عشان تمول ايه البرودكشن اوف تو اسيتس عندها آه اصلين كبار عايزه تنتجوا مثلا مكانتين بتاع المهم بوس اوف ويتش expected to take a year to build الله 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 المعلومه دي فهمتني ايه ان انا بقترض فلوس عشان انتج اصل احنا قلنا يا اما ننتجه يا اما كونستراكشن ننشئه او acquisition ثلاث حاجات دول acquisition او كونستراكشن او برودكشن اي واحده منهم هي البرودكشن ماشي طب وايه وقال لك الانتاج هياخد اكتر من سنه يبقى كده ايه دي كده period كبيره صح اه سبستنشال بيريود اه يبقى كده ده اصل مؤهل ولا لا آه. خلاص كده اصل مؤهل ماشي ورك ستارت ديوينج ايه العمل بدا في 2016 لون فاسيليتي ووز دروين داون اند انكيورد اون 1 يناير 2016 اند ووز اتلايزد اس فولو وذ ذا ميننج fund انفستمنت تمبرري ده شكل ال 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 الباترن اللي حصل هو اقترض المبالغ دي في واحد يناير ميتين وخمسين ألف والأصل التاني خمسمائة ألف في واحد جولاي للأصل الأولاني ميتين وخمسين ألف والأصل التاني خمسمائة ألف يعني هو بعد ست شهور يعني تقريبا ست شهور خد سبعمائة وخمسين وبعد كده ست شهور خد سبعمائة وخمسين تانيين اللي هما المليون ونص اللي قالك عليهم طيب ذا لون ريت ووز 9% از ستريمز كومباني كان انفست surplus سبعة ات 7% يعني هو يقدر يقترض هيقترض ب 9% لكن يستثمر الفلوس اللي هو اقترضها دي ب 7% اجنور كومباوند انترست اعتبرها ايه فايده بسيطه سيبك من الفايده المركبه اللي هي ايه تعمل فايده على الفايده اللي ما دفعتش. فائده المركبه فوائد على الفوائد. calculate the buying cost which may be capitalized for each uh, of suits and consequently the cost of each asset في 31 ديسمبر 2016. طيب اللي حاصل ايه؟ اللي حاصل ان انا مش اول ما هتاخد الفلوس هتعمل ال ال هتنشئ الاصل وفي نفس الوقت هيبقى عندك فلوس تقدر تستثمرها فانت بتقول لي اهو في 31 ديسمبر 2016 في 500000 500000 وفي مليون ب 9% تمام طيب دي البورينج كوست بتاعتهم كام بقى البورينج كوست بتاعتهم كام بالنسبه للاصل الاولاني ده تضرب في 9% في ال 500000 في 9% 500 45000 الاصل الثاني ده يخصه مليون في تسعة في المائة بتسعين ألف يبقى الأصل ده يخصه من البوين كوست تسعين ألف والأصل وال... وال... ده يخصه من البوين كوست كام خمسة وأربعين ألف طيب بس خد بالك الفلوس انت ما خدتهاش على طول انت ايه اخدتها بعد ست شهور ليس انفستمنت انكم يعني ايه يعني انت كان عندك ال وخمسين الف دي كان ممكن تستثمرها زي ما قال لك كده وخمسين الف على خمسمية في سبعة في المية اللي هي قال لك انت الفايدة اللي بتقترض بيها تسعة في المية انما الفايدة اللي ممكن تستثمر الانفستمنت بسبعة في المية فوالله في فلوس انا لسه ما ما اشتغلتش وانتجت الاصل فلقيت عندي ميتين وخمسين الف استثمرتها فهنا ميتين وخمسين الف بالنسبة للاصل ده اللي هي بتاعت يناير يعني شغالهم 6 شهور وال500000 دول شغالهم 6 شهور فضربها كده بال 250 في 7% في 6 على 12 طلعت المبلغ ده وال500 في 7% في 6 على 12 طلعت المبلغ ده المبلغين دول يتخفضوا من البورين كوست اللي هو هيدفعهم يبقى الصافي هو ده <applause> طيب الصافي هو ده لما تجمعوا على الاسيتس 500000 زائد الصافي اللي هو تكاليف التمويل ناقص اللي استثمرهم يعني فلوس خارجه منك انت ده دي فايده مدينه ودي فايده داينه فالصافي هم ال 36000 اللي انت تتكبدهم وده الصافي سبعة هتجمع بقى كل تكاليف تمويل على اصل القرض اللي هو الايه الاكسبندتشر ده اصل الايه يعني قيمة الاصل ده 500000 زائد تكاليف تمويله 36 يبقى 536، الثاني مليون زائد 72 يبقى مليون 72، يبقى كده تكلفة كل أصل هنا اترسملت على قيمة الأصل بتاعه، ليه؟ أولاً علشان قال لك إن ده عملية برودكشن للأصل، ثانياً إن الأصل ده مؤهل، قال لك هيقعد اكتر من سنة علشان يترسم. تمام؟ نقرا المساله مع بعض هنا يعني بيقول لي اكوني كومباني هاز هاد ذا loans لونز ان بليس ات ذا and اند اند اوف 2016 الشركه خدت القروض دي تمام خدت قرضين في اول وفي اخر 2016 تمام ادي واحد يناير 2016 وادي 31 ديسمبر 2016 والمبالغ بالمليون دولار زي ما مكتوب لك هنا هنا بيقول لك 10% بنك لون وبيبل في 2018 بعدها بسنتين في اول السنه خدت 120 وفي اخر السنه خدت 120 من القرض ب 10% في, في قرض ب 9.5% وبيبل في 2019 وده ولا 2029 خدت 80 وفي اخر السنه 80 طيب يبقى هو كده ما قالكش القروض دي مخصصه لاصل معين دي خدتها الشركه كلها على بعضها تمام طيب في في 1 يناير 2016 دي ولا 26 بيقول لك اوني كمباني بيجين كونستراكشن اوفر كواليفايد اسيت اه هو كده معرفنا ان في اصل بيتم بناؤه وهو كواليفاينج اسيت ا بيس اوف ميشينري فور هايبر هايبر الكترونيك بلاند في مصنع كهرباء يعني بي ده ده هو معرفه على انه كواليفاينج اسيت وبنعمل له كونستراكشن بنبنيه طبعا اكيد البناء ده هياخد ايه سابستنشال بيريود طيب يوزنج اكزيستنج بوينج اه يبقى احنا هناخد آه يعني ايه بعض الايه من القروض دي هنستخدمها يعني في بناء هذا الايه بس ما قالناش هل كل قرض ولا لا اه بيقول لك لا اكسبندشر دروين داون فور ذا كونستراكشن ووز 30 مليون في 1 يناير و20 مليون في 1 يبقى هي خدت المصنع ده خد 50 مليون 30 مليون بس ما قلناش من انهي قرض في 1 يناير و20 مليون بس ما قلناش من انهي قرض في كام في 31 ديسمبر يبقى احنا محتاجين نجيب متوسط عشان نشوف النسبه كام ما هو مش قايل لنا هو ال 30 مليون من من دي ولا من دي يعني لو قال لنا من من القرض ابو 120 خلاص يبقى نسبته 10% عشان نعرف نجيب البوينت كوست صح و الى 20 مليون اللي هو في, في, في اخر السنة ولا في اكتوبر ده من, من انهي قرض يبقى الحل ايه الحل ان انا اجيب متوسط متوسط لهذه الايه لهذه الفوايد او النسب اجيب متوسط لهذه النسب المتوسط غالبا بيبقى متوسط مرجح فين مسألة calculate the borrowing cost that can be capitalized for the ايه hyper electronic planet machine يبقى الهايبر الكترونيك بلاين ماشين هو قايل لنا ان هو كواليفاينج اسيت حلو وهو واخد 50 مليون 20 و 30 و20 عشان يعمل له كونستراكشن يبقى كل يعني كل الشروط الرسماله موجوده هتراس ميل كام بقى السؤال هي كام البوينت كوست فقال خلاص يبقى احنا لازم نعمل بص هنا بيقول لك ايه كابيتاليزيشن ريت اللي هو يعني الويتد افريج ريت يعني انا يعني عندي 10% قروض ب 10% وقروض ب 5 9.5%. فهو قال لك 120 على القرضين في 10% زائد اه 9.5 في 80 على إيه؟ مجموع القرضين اللي هو 80 زائد 120. تمام؟ هيجيب متوسط بس متوسط ما بين الكام؟ ال 9.5 وال 10. هو المعدل 10 ولا المعدل 9.5؟ بس متوسط مرجح بمبالغ القروض. واخد بالك؟ يعني متوسط هو عباره عن متوسط مرجح فالتا 9.8 من 10 دي ده متوسط مرجح ما بين الايه؟ الرقمين اللي هو ال 10 والتمانية ونص التسعة ونص. طيب هعمل ايه بالمتوسط المرجح ده؟ انت بتقول لي ال 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 الماشين الماشين ده خدت 30 مليون و20 مليون بس 30 مليون في 1 يناير يعني السنة كلها فهضربها في واحد خلاص مش 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 محتاج واحد 12 على 12 على 12 واحد صحيح يعني مش لازم اكتبها 30 في 9 في المتوسط ده متوسط الفوائد لان يعني انا انا عندي فوائد ب 10% او يعني قروض متاخده ب 10% وقروض ب 9.5% بس مش مش عارف انا واخد من انهي قرض مش محدد لي فانا خدت متوسط 9 و8 من 10 ده القرض الاولاني القرض الثاني قال لك في شهر 10 شهر 10 يعني يعني الفلوس اللي اتاخدت دي قعدت كام عشرة وحداشر واتناشر يعني تلاتة على اتناشر مش السنة كلها زي دي السنة هنا السنة كلها فقلنا اتناشر على اتناشر فيعني في واحد صحيح فخلاص ما كتبناهاش لكن دي لا عشرين مليون دي انت واخدها بص هو يقولك ايه نرجع ممكن نرجع لو ان الموقع بس بيقعد شوية اهو بيقولك لك واحد اكتوبر يعني ثلاثة شهور بس القرض ده قعدت ثلاثة شهور على الميزانية فمعنى كده ايه ان المتوسط المرجح اللي تضربه في ال 20 مليون في 3 على 12 يديك ايه؟ يديك مجموع الاثنين يعني فايده ده وفايده ده 3 مليون و43% يبقى هو ده الايه؟ اللي, اللي انت هت هترسمله او يعني هي دي فوائد التمويل وطالما هو اصل مؤهل يبقى هترسمله. Commitment of capitalization. 3 events must be taken please for capitalization of point costs to be started expenditure on the asset is being incurred يعني الاصل المؤهل ده زي ما قلنا كده بدات تصرف عليه تاني حاجه البوينت كوست ار بينج انكورد ان انت بدات فعلا مصاريف التمويل زي ما شفنا كده في المثال السابق ده activities are in progress that are necessary to prepare the asset for its intended use يعني معنى كده ان انت ايه الاصل ده بي يعني في انشطه زي ما قلنا كده هتستهلك فتره من الوقت غالبا سنه علشان تقدر تبني هذا الاصل وتعده ل اللي هو الانشاء او الإكوسيشن او البرودكشن طيب سسبنشن اوف كابيتاليزيشن اف اكتيف ديفلوبمنت از انتربتد يعني ايقاف مؤقت لعمليه capitalization for any extended period capitalization of borrowing costs should be uh, suspended uh, for this period. طيب okay. الcasion بقى اللي هو ايقاف ال capitalization خالص once substantially all activity necessary to prepare the qualifying asset for its intended use or sale are complete the capitalization of borrowing costs should be case. خلاص تنتهي. اول ما الاصل ده يتم خلاص ما ترسميلش حاجه تانية بعد كده ده يعتبر المعيار البسيط بتاع الايه البوينت كوست تعال نشوف شويه مسائل كده نحلها على هذا الفصل الفصل ده فصل جميل جدا ومهم اول حاجه بيقول لك ديفاين الديبريشن طبعا احنا عارفين depreciation هو توزيع لقيمه الاصل على سنوات الانتاج هنتكلم مع بعض كده ب اللي فهمناه بس طبعا هو هنا هيقول لك ايه روح للباراجراف وهشوف تعريفه في الفصل تاني حاجة which of the following elements can be included in production cost of non-current asset اه ال production cost هل ال purchase price for raw materials ال architectic fees اللي هو ال تكاليف ال 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 اللي هي ال ال المعماري او المهندس او كده امبورت duties الانستلشن كوست كل الحاجات دي اه all of them تمام طيب ماركت فاليو كان usually be taken as a fair value الماركت فاليو هي سعر السوق المفروض كانوا زمان يقولك ايه fair market value بس دلوقتي بيقول ايه خد بالك الماركت فاليو هو سعر السوق هو هي هي الفير فاليو بس بشروط يعني الفير فاليو هي كونديشنال ماركت فاليو تمام <applause> <applause> هو هو بيقول لك روح ايفاز 13 هيقول لك هي الفير فاليو هي كونديشنال ماركت فاليو يعني مش اي سوق اقول فيه الاسعار فيه اسعار عادله هو بيقول لك لازم يبقى سوق اكتف اكتف يعني ايه في مشترين كتير وفي بائعين كتير المشترين والبائعين يقول لك ايه يعتبروا بارتسبنت يعني ماركت بارتسبنت مشاركين في السوق يعني ايه يعني موجودين في السوق يقدر المشتري يتنقل من بائع لاخر والبائع ممكن يجيله مشتري واخر فيقول لك عندهم النوليدج مفيش حد مانع عنهم المعلومه وكمان عندهم الويلنج الاراده الحره مفيش حد بيفرض عليهم بيع او شروه فلذلك يبقى فيه إرادة وفيه المعلومة active market في اراده وفي معلومه واكتف ماركت في مشاركين كتير بائعين كتير وزباين كتير فتقدر تعرف ان ان خلاص يعني الحاجه دي بتتباع هنا بتتباع هنا بتتباع فانت عارف سعرها فده فير فاليو البائع والمشتري مرتضي بيها فهي ده فعلا الماركت فاليو هو الفير فاليو بس بشروط يعني طيب فلذلك هو بيقول لك الموت دي يعني في عايز تفاصيل اكتر more ديتيل روح للايفرز 13 هنشوفه ان شاء الله انفستمنت بروبرتي ماست اولويز بي شون ات فير فاليو الانفستمنت بروبرتي ده, ده الاستثمار العقاري احنا قلنا الاستثمار العقاري ارض او عقار انت محتفظ بيه بغرض ايه بغرض ان انت تقول لي والله يا اما سعره يعلى ابيعه يا اما باجره لغير بستفيد منه فانت بتقول لي هل دايما بالفير فاليو لا بالفير فاليو لما احول من الاي اس 16 مثلا للاستثمار العقاري اي اس 40 او من ال منه او اليه العكس يعني بقيم بالفير فاليو او للاي اس 2 اللي هو اف عقارات فهو بتبيع وتشتري هذه العقارات فيعتبر بالنسبه لها انفنتوري يبقى اي اس 2 صح التحويل من معيار لاخر زي ما قال لك كده يخص الانفستمنت بروبرتي او واحد منهم الانفستمنت بروبرتي يبقى بالفير فاليو بس على طول انت بتقيم الانفستمنت بروبرتي بالفير فاليو لا ليه لان قال لك المعيار في خيره الكوست موديل يا اما تشتغل بيه يا اما بالفير فاليو موديل بس خد بالك الفير فاليو موديل هو بس يخص الاستثمار العقاري انما مش زي ريفالويشن موديل بالنسبه للانتنجبل اسيت والبروبرتي بلاند اند كويمنت ريفالويشن موديل لو في ريفاليويشن سيربلس بيتحط في الاو سي اي انما الفير فاليو موديل بالنسبه للاستثمار العقاري سواء ربح او خساره بيتحط في البي ال واضحه كده الفرق الوحيد اللي بينهم طيب هنا بيقول لك ايه what is the correct treatment of property being constructed for future use as investment property بنبني اصل ومش عارفين اه future use اه يبقى هنصنفه اي اس 40 طبعا تريت investment بروبرتي بنبني اصل وبنقيمها بس انت كلمه بنبني اصل دي هل انت تاخد فتره من الوقت تاخد سنه مثلا وعايز ترسم الفوائد يبقى ده كده معيار تاني <applause> كده المعايير اللي احنا خدناها هي مش هتتداخل في بعض ولكنها هتفيد بعض ويا رب تكون وصلت المعلومه طبعا بالنسبه للناس اللي سمعت المعايير دي قبل كده الماتيريال احنا بنطمنهم ان الماتيريال كده متعدله باحدث حاجه اللي هي طبقا امتحانات 2020 ان شاء الله وبالتوفيق شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته